أعلنت وزارة الدفاع اليمنية مقتل أبو إسلام الشيشاني مسؤول في تنظيم القاعدة اليوم خلال عملية أمنية وعسكرية بدأها الجيش في جنوب البلاد الأسبوع الحالي. والشيشاني هو ثاني متطرف أجنبي تعلن السلطات مقتله الأسبوع الحالي من تنظيم ما يسمى القاعدة في جزيرة العرب. وكانت وزارة الدفاع أعلنت الجمعة مقتل أبو مسلم الأوزبكي أحد مسؤولي القاعدة في أبين خلال مواجهات مع قافلة للجيش كانت في طريقها إلى محفد أحد معاقل القاعدة في اليمن.